استغربنا قوي لما عرفنا هو بيكتب ايه. في الشارع على علبة سجاير مرمية في الأرض كتبت هتمرد على الوضع الحالي، وقام ماسك عمرو دياب الكلام وملحنه مرة واحدة. أنا بالجلابية سامية هانم الإتريبي، بقيتي رشا هانم الجمال. أنا رشا هانم الجمال طبعا. أنت بتتنصلي من أبوك ليه؟ شعرها كده من ساعة الجامعة، أول سباق حمير في البلد. أيوه ده احنا فضحية، احنا ما بنعرفش كل حاجة. ده اسم فعلا محامي شفته. ازاي ده؟ ده الورث. هغني الليله ليكي علشان ضحكت عينيكي. انت ما دعيتيليش اجيب بنت ليه؟ انا كنت بدعي انك تتجوزي اصلا مش انك تجيبي بنت ورث. معكم منى الشاذلي الاحد الساعه 11 مساء على CBC.